لزوايا هذا المسجد حكاية تاريخية تعود إلى قرابة 14 قرنا من الزمن، عندما شيد في السنة 7 من الهجرة النبوية، على بعد 20 كيلومتر شمال شرقي مدينة الهفوف. يقع مسجد جواثة التاريخي، وهو أول مسجد بني في شرقي الجزيرة العربية من إحدى القبائل التي عاشت في الأحساء منذ ذلك الوقت، وثاني مسجد تقام فيه صلاة الجمعة في الإسلام. يصل طول المسجد إلى 20 ذراعا، ويبلغ عرضه 10 أذرع. يأتي مسجد جواثة ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، التي شملت 30 مسجدا في جميع مناطق المملكة. مشروع تطوير المساجد التاريخية يركز على 4 أهداف تتلخص في التأهيل للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية. محمد المزيدي، الإخبارية، الأحساء.